قال ابن القيم رحمه الله: ونور كل عبد يوم القيامة من حيث القوة من حيث الضعف، لأن هناك من يكون له نور كالشمس وكالقمر وكالنجوم كالسراج، وبعضهم يضيء له نور وأحيانا ينطفئ فيقول قوة وضعف ذلك النور بحسب ذلك النور الذي في قلبه في الدنيا بحسب قوته وبحسب ضعفه. قال: ولما لم يكن للمنافقين نور ثابت، وإنما هو نور ظاهر، لأنهم تزيوا بصورة أهل الإسلام وفي قلوبهم الكفر، قال: فإنه يبدو لهم يوم القيامة ظاهرا لكنه يزول، لأن الله جل وعلا وصفهم بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حالهم مع أهل الإسلام من حيث الظاهر في هذه الدنيا يصلون ويحجون وهم مع أهل الإسلام في هذه العبادات الظاهرة، لكنهم فارقوا هذا الإسلام فحالهم كحال من هو في ظلمة شديدة وعنده نور فانطفأ ذلك النور. ولذلك قال رحمه الله: لم يقل ذهب الله بنارهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، لأن النار تشتمل على الإضاءة وعلى الإحراق. قال: فبقيت نار النفاق والشكوك والشبهات تحرق قلوبهم لأنهم فارقوا الإسلام، وكذلك يوم القيامة تلك الشبهات وذلكم النفاق الذي أحرق قلوبهم في الدنيا أوصلهم إلى نار تحرقهم يوم القيامة، وذلكم النور يذهب عنهم يوم القيامة.